تستعد العاصمة لشبونة لاستقبال مباراة برشلونة وبنفيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبالتحديد ملعب دالوز الخاص بنادي بنفيكا. بنفيكا صاحب الأرض يأتي في المركز الثاني بعد التعادل السلبي مع دينامو كييف الأوكراني، أما برشلونة فيأتي في المركز الأخير للمجموعة بعد الخسارة من بايرن ميونخ بثلاثية مقابل لا شيء على أرضه في الكامب نو. وتشهد المباراة ندية وتنافسية كبيرة بين الفريقين على بطاقة الصعود للمركز الثاني، حيث بصورة كبيرة سيضمن البايرن المركز الأول وهو أحد المرشحين للفوز بالبطولة. وهذه أول نسخة يخوضها برشلونة بدون نجمه الأول ليونيل ميسي الذي رحل عن النادي بعد 17 عام قضاها أسطورة كرة القدم في البيت الكتالوني. وتأتي المباراة في الساعة 9 بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة على قناة بي إن سبورت بريميوم 2. شكرا للمشاهدة ودوس لايك للفيديو لو عجبك عشان يوصل غيرك ويوصل أكبر عدد من الناس، واشترك معنا في القناة عشان يوصلك كل جديدنا أول بأول.